يقول: هل يجوز الشرب قائما ويكون هذا باستمرار؟ وهل هناك فرق؟ يجوز الشرب قائما وقاعدا، لكن كونه قاعد يشرب قاعدا أفضل وأحسن. نعم. يقول حفظك الله: هل هناك فرق في الحكم بين ماء زمزم وبين غيره بالنسبة للقيام والجلوس؟ إذا كان يستدعي القيام لأن المكان ما يصلح للجلوس، أو أنه عاجل يبي يمشي، ما في بأس. نعم.